هو الثأر السياسي الذي يتحكم بمسار المنطقة إيران تثأر من العقوبات الأمريكية بحرب الناقلات في بحر الخليج وفي لبنان جهات سياسية حولت حادثة قبرشمون إلى قميص عثمان للثأر وتصفية الحسابات السياسية بين أهل التسوية الواحدة في بريطانيا بوريس جونسون أو بوجو صاحب الهفوات بات على راس الحكومة البريطانية وهو معجب بالرئيس الامريكي دونالد ترامب فهل يغامر الثنائي الامريكي البريطاني حتى النهاية ليرقص تانجو الحرب مع العقاب الايراني ام تنجح الدبلوماسية في جر الجميع الى طاولة المفاوضات في لبنان الذي يدير ظهره لما قد يصيبه من ارتدادات المواجهة الامريكية الايرانية الحكومه مربوطه عند كوع قبرشمون والنقاش يدور في حلقات مفرغه حول جنس الحلول القضائيه اما المخرج لمشكله العمل للفلسطينيين فتجاوز صارخ لحقوق الدوله وصلاحيات الوزير وممهور بتوقيع الرئاستين الثانيه والثالثه باسم الخصوصيه والحساسيه الوطنيه والعربيه إلى أين يجروننا أمثال ترامب في لبنان؟ طرح زعيم المختار السؤال ولكن السؤال بقي من دون جواب بالنسبة لمرشد الجمهورية الإيرانية حين يقول السيد حسن نصر الله سأصلي في القدس فهذا يشكل بارقة أمل وعملية قابلة للتحقق بالنسبة للبنان وعد السيد وإن صدق فلن يقل ثمنه عن تدمير امه وكيان مستشار المرشد الايراني باح بالمفيد اذا كان ترامب لا يريد الحرب فعليه تخفيف العقوبات والفتوى صدرت في لبنان ونطق بها المير الكسر في الجبل او لا تجبير للحكومه واللبيب من الاشاره يفهم في معشات الليلة الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العميد الركن خالد حميدي فكونوا معنا أهلا وسهلا حضرة العميد أهلا فيك ومساء الخير لك المستمعين يعني بظل كل التطورات المتسارعة بالمنطقة كل يوم بورصة التوتر إما تشهد ارتفاعا غير مسبوق أو انخفاض اليوم في على ما يبدو موجة انخفاض بأسهم التوتر بمنطقة الخليج في حديث عن وساطات بين بريطانيا ولندن بين بريطانيا وطهران وفي أيضا رغبة إيرانية معلنة على لسان الرئيس الإيراني بالذهاب نحو التفاوض مع الولايات المتحدة برأيك شو هي حدود المواجهة الإيرانية الغربية وما هي النتائج التي ستسفر عنها يعني ما جرى في الخليج يعني لا يمكن بالحقيقة إلا مراقبته بشكل مراقبة كل تفاصيله بشكل دقيق ومحاولة فعلا عدم إطلاق الأحكام كما جرى في بداية المواجهة عندما يعني صرحت الولايات المتحدة وصرحت دول الخليج وصرحت طهران أنهم جميعا غير راغبون في الحرب ولكن هناك ربما تحصل هذه الحرب نتيجه خطا ما، كل هذا الكلام قيل في الاعلام، انا اعتقد ان الدول التي من حجم الولايات المتحده الامريكيه، كذلك الدول الاقليميه التي من حجم ايران، لا يمكن ان تقدم على مواجهه عسكريه عن طريق الخطا. ما جرى منذ بدايه هذا التوتر في الخليج كان تصعيدا يتم المراكمه عليه اولا من من الجهه الايرانيه يعني اظهرت طهران انها ماضيه في اعتداءاتها في الخليج سواء على ناقلات النفط اكثر من مره، سواء بالقصف على منشات نفط داخل المملكه العربيه السعوديه، ربما عن طريق طائرات مسيره دون طيار. إلى أن أسقطت الطائرة الأمريكية دون طيار وكانت هذه يعني طبعا خطوة متقدمة نقول لماذا أقدمت إيران على كل ذلك إيران كانت تدرك أنها تلعب في الوقت الضائع لأن الولايات المتحدة لم تكن ترغب لا في البداية ولا الآن بالذهاب إلى المغامرة العسكرية أو حتى إلى المغامرة الدبلوماسية وحدها مع طهران وهذا طبعا يدل على مدى الراحه الامريكيه في التعامل مع طهران بدايه مع العقوبات ثم تشديد هذه العقوبات ثم اقفال يعني باب تصدير النفط الايراني الى الخارج بعد فتره سماح لعدد من الدول ثم يعني قبول هذه الدول بوقف الاستيراد من من ايران وبذلك كانت الولايات المتحده تحكم الحصار الاقتصادي على طهران. يعني هذا الوقت ليس بالحساب الامريكي وقتا ضائعا، ربما بالحساب الايراني هو كان متسع من الوقت لمحاوله وانا اقول كانت ايران تريد ان ينفجر الصراع في مكان ما لكي يعني تاخذ انظار العالم الى الصراع بحد ذاته وتشرك العالم في هذا الاشتباك. ومن أجل ذلك يعني لجأت إلى الاعتداء على ناقلات النفط وإلى الاعتداء على المنشآت النفطية في السعودية كانت تدرك أنه برأيي بس من بدأ بحرب الناقلات حضرة العميد هن الغرب يعني أين يعني بدأ لما احتجزوا الناقلة التي كانت تنقل نفطا قيل أنه كان باتجاه لا, سوريا لا قبل احتجاز هذه الناقلة تم الاعتداء على ناقلات النفط في الخليج نعم اعتداء يعني جرى الاعتداء على اربع ناقلات نفط بس ناقلات ما صادت ناقلات صادت إنه الايرانيين هم يعني اللي عنو. يعني انا اقول لك هل عمان ستعتدي على ناقله نفط تبحر في بحرها يعني برأيك هل ستعتدي يوم. الامارات على ناقله نفط اقلعت من موانئها يعني لنكن واقعيين انه في هذا الخليج ايران ارادت ان تجر الجميع الى مواجهه عسكريه انا اقول نعم ايران ارادت ان تقوم بجوله عسكريه في الخليج في الوقت الذي لم يتم يعني نجاح في او لم يكن الوقت متسع لكي يكون هناك تحالف دولي يواجه ايران، كان هناك وقتا ضائعا، انا اعتقد انه ايران لو نجحت في الوصول الى مواجهه عسكريه ولو محدوده في الخليج، كان الكل سيتدخل لانقاذ هذا الممر الحيوي كونه مرتبط بالمصالح الاوروبيه ومصالح دول شرق اسيا، وبالتالي ناخذ ساعتها إذن هذه المواجهه التي بدات بالعقوبات الى مكان اخر بس ه... اليوم ما بتعتبر انه ايران ثبتت معادله ليفتي بمنطقه مضيق هرمز انه هي هي من تتحكم بهذا المضيق وليس اي طرف اخر انا اعتقد يعني اريد ان ارى الموضوع بشكل اوسع اولا انا لا انكر ان ايران تتمتع بموقع استراتيجي على الخليج الجغرافيا هناك فعلا تتحكم بهذا الممر من جهة عمان أو من جهة طهران يعني هذا لا أحد يستطيع أن ينكره ولكن كذلك هذا الممر الحيوي إذا أقفل كذلك يعني سيدخل إيران في حصار لأن إيران فعلا ليست هي فقط من يصدر النفط من, من هذا المضيق هناك دول أخرى تصدره ولكن كذلك إيران تستورد عبر هذا الخليج كل مستلزماتها الاقتصادية، وإيران يعني كدولة محاصرة ويطبق عليها هذه العقوبات، لماذا يعني يسكن اللاوعي تبعنا فكرة أن إيران تستطيع العيش دون استيراد ودون تصدير وتقوم بحروب لا متناهية في مساحات كثيرة من هذا الشرق الأوسط دون أن تكون بحاجة إلى أحد؟ يعني هناك اعتقاد خاطئ راسخ في الاذهان ان ايران دوله قادره على العيش دون التواصل مع احد وقادره على شن الهجمات اينما كان وقادره على يعني الحاق الاذى بالجميع هذا الكلام يعني يبدو غير منطقي هذا الكلام ترسخ في ذهننا منذ بدايات الشراكة الأمريكية مع هذا النظام في طهران، منذ يعني إزاحة الشاه ووصول هذا النظام واستعمال هذا النظام ضد الاتحاد السوفيتي وفيما بعد شراكة هذا النظام مع أمريكا في الحرب على العراق وفي التمدد نحو سوريا ونحو لبنان، الكل يدرك ذلك. إيران لم يكن بإمكانها تحقيق كل هذه النجاحات لو لم يكن ذلك من ضمن التوافق والتلاقي مع المصالح الامريكيه في الدخول الى منطقه الشرق الاوسط وتفتيت هذه المنطقه واضعافها سياسيا واقتصاديا يعني لا احد يستطيع ان ينكر نتائج الحرب 2003 على العراق يعني وك... حضره العميد خالد احمد انت ما بتعتبر اليوم انه ايران نجحت بتثبيت معادله ردع جديده بمنطقه الخليج انا لا اعتقد انا اعتقد ان ايران هي شريكه بحجمها ليس بحجمها العسكري فقط وإنما بحجم وبمدى تطابق مصالحها مع المصالح الأمريكية، وليس أكثر من ذلك، وما تريده الولايات المتحدة من المنطقة وقد صرحت بذلك عدة مرات، أنها لا تريد إسقاط هذا النظام، هي تريد تهذيب النفوذ الإيراني وإعادة إيران إلى الداخل الإيراني، يعني لا نستطيع أن نقتنع مجاناً أن إيران شاركت العراق شاركت الولايات المتحدة في العراق على مستوى الحرب او على مستوى تركيب هذا النظام يعني المترهل في العراق منذ سقوط صدام حسين لا نستطيع ان نقتنع أن ايران ورغما عن الولايات المتحدة الأمريكية دخل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة التي تتبع لها وعملت يعني شرقا وغربا وطولا وعرضا في كل المنطقة الممتدة من الخليج العربي اتكلم عن العراق والخلايا داخل دول الخليج العربي وصولا إلى سوريا والى لبنان هكذا من دون أن يكون هناك قبول أمريكي بذلك يعني لنضع بعض الأرقام وننظر إليها بواقعية هذه الدولة التي تصدر يوميا أقل من أربعة آلاف برميل قادرة على خوض الحروب في اليمن وفي الكويت وفي السعودية وفي لبنان وفي سوريا وقادرة على تحريك خلايا في أمريكا الجنوبية هذا كلام غير منطقي يعني الكلام المنطقي من عم في تواطؤ امريكي ايراني عن نعم المنطقة. هناك التقاء بالمصالح عندما دخلت الولايات المتحده او ارادت الدخول الى هذه المنطقه ومنذ خمسينات هذه المنطقه خمسينات القرن الماضي كانت تدرك ان نقاط التماسك في هذه المنطقه هي العروبه والاسلام م. وقد تم بالفعل القضاء على هذين المكونين كعناصر قوة في المنطقة سقطت العروبة عندما ابتدأ الصلح المنفرد في كامب ديفيد وتوالت يعني فيما بعد كل الاتفاقات المنفردة سواء مع الأردن أو مع مصر أو وقف إطلاق النار في سوريا ومن ثم ذهبنا ل يعني تحطيم المكون الاخر، نقطة القوة الاخرى والتي هي الاسلام، اخذنا الاسلام الى التطرف وخضنا حروب باسم هذا الاسلام واطلق المسلمون النار على راية النبي التي كانت تحملها داعش، واليوم يعني هناك تقليص لهذا الاسلام السياسي الذي استعملته الولايات المتحدة منذ الحرب على افغانستان وحتى اليوم، لا. هناك اوراق اخرى يراد الآن استعمالها بعد فعلا أن تم القضاء على المكونين يلي قلتوا يلي هن الإسلام والعروبة وأضحت المنطقة مجموعة دول فعلا فيها تضارب في المصالح اليوم حان وقت اقتصام المناطق المنطقة حان وقت تثبيت نظام جديد في المنطقة وكما نرى اليوم يعني كل العمل الامريكي في المنطقه ارتكز على ما يسمى بالنان ستيت اكترز الفاعلين من خارج الحكومات وكانت كل الميليشيات الايرانيه وحتى الاسلاميه الجهاديه هي من تهدد الحكومات اليوم نرى انه في اعاده انتاج للانظمه على ان تقوم هذه الانظمه بالمهام الملقاه عليها بتوصيف الوظيفي لها يوم لكل نظام له جوب ديسكريبشن يقوم به مصر تقوم بوظيفه مطارده الارهاب وامساك نشاط حماس وامساك هذا الملف الفلسطيني سوريا خرجت كنظام عن الدور السابق وتم انتزاع الملف الفلسطيني والملف اللبناني منها يعني كل ذلك يوحي بان الدول العربيه اصبحت او هي مقبله لان تدخل ضمن نظام إقليمي جديد وإنما خارج المكونات السابقة التي كانت تشكل عناصر تماسك نحن نذهب إلى دول ترتبط بالنظام العالمي بالاقتصاد بالتكنولوجيا بالنظام الثقافي دون كل يعني الموروث السابق من المرحلة ما بعد الحرب العالمية طب هذا النظام الإقليمي الجديد من هو الشرطي الذي سيتولى اداره اموره بالمنطقه؟ يعني يعني اول شيء انا اعتقد انه كل دوله ست كل دوله بما ستعطى من وظيفه ستكون مسؤوله عنها من ضمن يعني ما بقى في مثل قبل رعاه اقليميين يعني قد يكون هناك وظائف متقدمه لدول اكثر من دول اخرى يعني لا يمكن القول انه انه سيكون للبنان دور كالمملكه العربيه السعوديه، لا يمكن القول انه سيكون هناك دور ربما للاردن اكثر من مصر، لا اقول ذلك، ولكن كما نرى يعني حتى لنخرج اذا خرجنا قليلا من الدول العربيه، ذهبنا الى تركيا، المقزق التركي اليوم، يعني تركيا تبحث عن امنها وتحاول تحقيق حلمها في الشمال السوري حيث هناك الاكراد يعني وكانت قد توصلت الى اتفاق اضن سابقا مع مع سوريا اليوم نرى تركيا تهدد بعمليه عسكريه في في شرق الفرات اذا لم يتم تثبيت منطقه منطقه نفوذ او منطقه خفض التوتر بعمق 30 كيلومتر الامريكيون لا يستجيبون ولا يردون على الاتراك وكان هناك اليوم اجتماع تركي امريكي لم يفضي الى شيء هناك جائب امريكي مسؤولون عنه الاكراد في شمال سوريا لا تستطيع تركيا برغم كل التهديدات وبرغم الفارق في الوسائل ان تهاجم هذا الجائب الكردي او منطقه النفوذ الكرديه هناك قصف مستمر على ادلب حيث كان هناك اتفاق تركي روسي لا ندري الى اين سيصل، هناك اخفاق للنظام السوري في جنوب سوريا، في جنوب سوريا النفوذ نفوذ النظام يكاد يكون معدوما او يمكن ان نقول انه معدوم وغير موجود، م. المنطقه كلها يعني نحن مقبله على على توصيف جديد ومقبله على ربما تشكيل حالات سياسيه مختلفه تماما عما كنا نعهده من قبل. يعني بالعودة إذا أردت لمحل ما كنا بإيران. في الخليج يعني أنا اليوم أنا أقول أنه نجحت الولايات المتحدة أولا في إخراج بريطانيا من, من الاتحاد الأوروبي أو ما سمي بالبريكسيت لا. وكذلك يعني وصول رئيس الوزراء الجديد يؤكد يعني اليوم ان 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 هناك او سيكون هناك شراكه كامله بين بريطانيا والولايات المتحده نأت الولايات المتحده عن نفسها بنفسها كطرف مباشر لمواجهه ايران في الخليج اليوم تقدمت بريطانيا وتبعتها فرنسا وهناك مباحثات مع المانيا لتشكيل قوه اوروبيه لتامين امن الملاحه اذا وقالت بريطانيا أنه نحن قوة مستقلة عن الولايات المتحدة ولكن بالطبع سننسق معها أنا أقول ليس بالطبع إلزاما هناك تنسيق لأن الولايات المتحدة موجودة في عدة قواعد نعم. بحرية وجوية في كل دول الخليج وبالتالي يعني نأت الولايات المتحدة عن المواجهة المباشرة أو الصدام المباشر آه مع مع طهران اليوم هناك صورة لتحالف أوروبي يقول لأوروبا مصالح نعم. يجب أن ترعاها في المنطقة وكذلك دخل الروسي على الخط وكان هناك اجتماع بين بوغدانوف والسفراء الاوروبيين والسفراء العرب في موسكو وكذلك تكلم عن مبادره روسيه ربما تكون اقسى على ايران من المبادره الاوروبيه ومن الشروط الامريكيه، بوغدانوف يقول ب يعني نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة التوقف عن تكديس الأسلحة إيجاد خطوط هاتف ساخنة بين الدول المتواجدة هناك وتشكيل قوة دولية لضمان حرية الملاحة في الخليج بما يعني كل ذلك سواء أخذنا المقاربة الأمريكية أو المقاربة الأوروبية أو المقاربة الروسية هناك ما ليس محاولة هناك سعي أكيد للقول ان هذا الممر الحيوي الذي هو مضيق هرمز هو يقع ضمن ما يسمى ب يعني ليس ليس مياه ليس بمياه اقليميه ايرانيه بل هو من ضمن ما يسمى باعالي البحار وبالتالي السيطره عليه لا يمكن ان تكون ايرانيه هذا سيفقد ايران هذه الورقه الثمينه طبعا راينا رد نائب رئيس الجمهوريه الايراني عندما قال انه دخول هذه التحالفات والقوى الاجنبيه الى الخليج سيعقد الامور وسيقضي على الاستقرار وعندما يذهب الاستقرار لن يكون هناك امكانيه بالتوصل الى شيء اخر ولكن انا اعتقد ان هذا الصراخ الايراني لن يفضي الى شيء لن يكون مسموحا الا اذا ذهبنا الى المواجهه العسكريه لن يكون مسموحا لايران ان تتحكم باقتصاد الصين واليابان وكل مجموعه دول اسيا جنوب شرقها وشرقها والاقتصاد الاوروبي لان ايران تريد يعني أو, او اعتادت ايران ان تهدد مصالح كل الدول بالقبول الامريكي ونحن نعتقد يعني انه انها كانت تنجز لان الجميع يخاف ايران، هذا الكلام غير صحيح، نحن اليوم في اعاده صياغه لخارطه النفوذ في المنطقه وايران هي من ضمن هذه الدول التي سيتم تقليم اظافرها وانا لا اقول انه سي... سي يعني يريد الامريكيون تغيير النظام الامريكيون يريدون يرود... الحف... الحفاظ على نظام متشدد ديني ربما لاستعماله في اوقات اخرى بمواجهه بعض الدول او ل... ل... لاشاعه توترات مذهبيه لانه ثبت يعني انه هذه الصدامات المذهبيه تؤتي ثمارها في هذه المنطقه التي يعني فيها كثير من الاطياف السياسيه والإثمية والدينيه. حضرة العميد الركن خالد حمادي بالنقاط انت يعني كشخص عسكري، اذا بدك تعتبر بميزان الربح والخساره المعركه، معركة حرب الناقلات، ما سمي بحرب النقلات بمضيق هرمز، مين ربح بالنقاط ايران ام الغرب؟ يعني انا انا لا انظر لا, لا استطيع النظر الى الى حرب الناقلات كفصل مستقل عن كل ما يجري. اوكي طب لحديت هلا إيه؟ اذا بدك تقيم اليوم يعني هل يعني أننا انه, إنه ما نقعد نعد انه احتجزت ايران ناقلتين احتجزت بريطانيا ناقلة لا عم نحكي اليوم باستراتيجيا يعني اليوم فينا نقول انه ايران دبلوماسيا كان ادائها افضل من الاطراف الاخرى انا اعتقد ان ايران يعني لم تقدر لغايه الان او لا ربما المسؤولون في ايران لا يريدون ان يروا المتغيرات الكبرى في الاستراتيجيه الامريكيه الجديده يعني هم اعتادوا منذ قيام النظام الاسلامي في طهران انه هذا النظام له وظيفه خصوصية ليش له مش لها خصوصية، له وظيفه هي المساهمه في اختراق دول الشرق الاوسط تحديدا الدول العربيه واشاعه هذا التوتر المذهبي وهذا الاشتباك بالنفوذ يعني إيران اعتدت على الجزر الثلاث في الخليج العربي وللأسف لا القانون الدولي ولا مجلس الأمن يفرض على إيران أو اتخذ قرار هذه من ضمن العقيدة وهي نشر يعني نشر هذه الشدر. العقيدة يمكن أن تطبق على من يريدها ولا يمكن أن تفرض على من لا يريدها يعني ليس هذه العقيدة تلزم أو تجعلنا نقبل قسرا إنه حيثما هناك طائفة شيعية يجب أن تقبل هذه الطائفة بهذه النظرية الجديدة نظرية ولاية الفقيه وكذلك يجب أن ترضخ الحكومات لهذا القبول يعني أنا أقبل أن يكون هناك شيعة في العالم العربي وفي أوروبا ولكن هذا لا يعطي الحق لطهران أن تقول أن كل الشيعة في إيران هم تحت سلطة ولاية الفقيه وانهم جميعا يتلقون تعليماتهم من طهران لا. يعني هذا كلام و و واعتقد يعني ان ما يقدمه اليوم العراق ليس من تململ بل من صدام في اماكن كثيره هو كمان يعني نوع من حرب المرجعيتين بين مرجعيه النجف ومرجعيه قم الشيعه في العراق يعني لم لا لا يعني الغاية الان كان جزء منهم ربما استميل الى ما سمي بولايه الفقيه وذهبوا الى الحي الشعبي والى اخره، ولكن اليوم هم يرون ان المناطق الشيعيه يعني تحديدا البصره لا. اللي هي اغنى المحافظات في العراق هي محافظه شيعيه، طب هذه المحافظه هي محافظه فقيره كل انواع الترهل والفقر وال, وال... وال... والاهمال موجود فيها، اذا هؤلاء الشيعه في العراق الذين كان لديهم المرجعيه الاولى الشيعيه في العالم العربي وفي العالم الاسلامي على مستوى الشيعه، طب لماذا يريدون القبول بقم ويدفعون من ثروتهم الوطنيه ومن استقرارهم ومن مستقبلهم خدمه لنظريه ولايه الفقيه؟ عم تحكي عن تقليم اظافر النظام الايراني، اليوم شو اللي ممكن يجبر إيران إنه تلتزم بالمتطلبات الدولية سواء كانت أمريكية أم أوروبية أم روسية أم صينية اليوم كيف بدك تلزم إيران إنه هي ترجع تدخل إلى حدودها شو المقابلة اللي بدك تعطيه نووية أولا يعني أعتقد إنه الأمريكيين كانوا واضحين لم عندما خرجوا من اتفاق فيينا المطلب الأول كان هو عدم القبول بأن تكون إيران دولة نووية برأيك لا عودة عن هذا لا دولة. عودة عن هذا القرار لأن هذا القرار سيحول الشرق الأوسط إلى مجموعة دول نووية ولا أعتقد أن بس في اجتماع مقبل بفيينا بين الدول الأوروبية وإيران قد يعيد إحياء الاتفاق النووي أولا أوروبا لا تستطيع إحياء هذا الاتفاق يا سيدتي لأن أوروبا برمتها واقتصاد الأوروبي برمته هو خاضع للنظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة وهو خاضع كذلك للنظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة بس عملوا آلية التفاف مالية اسمها انستكس ولم تنجح هذه هذه الاتف... هذه الحركة الالتفاف وكذلك آآ آآ الأمريكيون كانوا واضحين أنه غير مسموح لأوروبا وعلى أوروبا أن تختار إما الولايات المتحدة وإما طهران واعتقد انه خروج خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هو ضربه قاسمه لهذا الاتحاد الاوروبي في حال فكر باعتماد استراتيجيه تفترق بشكل اساسي عن استراتيجيه الولايات المتحده م. وكذلك اعتقد انه يعني كل هذه المناورات التي تقوم بها فرنسا وتحديدا الرئيس ماكرون بافاد يعني تاره موفد واليوم هناك موفد من طهران في باريس يعني اعتقد انه اكثر من مره صرحوا المسؤولين في ايران انه الاوروبيين لم يكونوا بمستوى يعني الامال المعلقه عليهم وكذلك كان واضح جدا انه الاقتصاد الاوروبي لا يستطيع الخروج عن طاعه الولايات المتحده، اكثر من ذلك انه الصين التي هي المنافس الرئيسي يعني واقتصاديا للولايات المتحده لا تخفي لا تخفي لا في استراتيجيتها المعلنة ولا غير المعلنة وبالدليل هي أنها التزمت بعدم استيراد النفط من من إيران كذلك بالدكتورين تبعهم في الكتاب يعني هذا الحزام والطريق هم يقولون أنه نحن ارتباطنا في منطقة الشرق الأوسط هو لحل مسألة الطاقة ونحن لا نريد إثارة الولايات المتحدة وإثارة مخاوفها لأن قوافل الطاقة الصينية تمر من تحت انظار الاساطيل الامريكية، اذا يعني اذا كانت تريد الصين التمدد اقتصاديا عن طريق كما قلت نظرية الحزام والطريق التي يشترك فيها 62 دولة موقعة على هذه على هذه الاتفاقيات، هي تريد التمدد لتتمدد اقتصاديا وتزيد ثروتها وسيطرتها الاقتصادية ولكن ليس بالحرب يعني هي تريد ان يعني تكون يعني برايك اليوم حضره العميد الركن خالد حميدي ايران محاصره سياسيا انا برايي ان واقتصادياً إيه وحتى عسكريا يعني اول شيء كمان لنكن كمان واقعيين ولا نتاثر بالاستعراضات الايرانيه يعني كل يوم والتاني بيطلعوا لنا صاروخ يطلقوا عليه اسم جديد ولا ندري يعني هذه التقنيات او هذه التقنيات لم تثبت فعاليتها بعد ولا في اي مكان يعني الالف حرب 2006 في لبنان اوكي كان هناك اطلق الاف الصواريخ على العدو الاسرائيلي ولكن مفاعيل هذه الصواريخ كانت مفاعيل معنويه بدليل انه ربما سقط قتيل واحد وبعض الجرحى في اسرائيل يعني خلينا نحط هذه الامور في منطقها الصحيح، هذه دوله محاصره قلت لك في تصدر 4000 برميل نفط وهو الـ يعني الـ الركيزه الاساسيه لاقتصادها، طيب المملكه العربيه السعوديه تصدر يوميا آه عفوا 4 ملايين، تصدر المملكه العربيه السعوديه 12 مليون برميل نفط يوميا، هونيك في بضع ملايين من السكان، هونيك في 80 مليون، هناك في آه دوله توزع امكاناتها على ميليشيات باكثر من دوله، يعني لا اليوم طيب يعني اي وساطه من اجل لجم التوتر بمنطقه خليج هرمز؟ على شو بدها ترتكز يعني اذا بدها تبلش الوساطه نحكى اليوم عن وساطه السويد بلشت السويد تعمل مفاوضات بين الطرفين من اجل الافراج عن الناقلات النفطيه على شو بدها ترتكز اليوم يعني ايران مش ممكن تسلم من دون ما تاخذ من دون ما تاخذ انجاز اولا يجب يعني يجب ان تقبل ايران انه ما حدا يعني ما حد لا احد ينكر دور ايران وموقع ايران وقدره ايران ولكن ولكن كذلك يعني يجب أن تقبل إيران أنها لا تستطيع أن تتحدى كل هذا العالم لأنه هي موجودة ولأنه هناك ما يسمى بنظرية ولاية الفقيه وتصدير الثروة الثورة، م. يعني يجب أن تقبل إيران أنها أن كل الدول يعني المكان الصحيح هو داخل حدودها، طبعاً يكون لها تأثير على دول الجيران بالثقافة بالاقتصاد بالمال ولكن لا يمكن أن أن يقبل أي أحد في العالم أن يكون لإيران ميليشيات مسلحة وجيوش موازية لجيوش الدول التي تحيط بها وعلى الجميع أن يقبل ذلك، لا يمكن لأحد أن يقبل أن يكون في لبنان جيش آخر غير الجيش اللبناني، وفي العراق حشد شعبي موازي للجيش، وفي اليمن كذلك يعني آآ آآ ميليشيات حوثية وغير حوثية بس النظرية حضرة العميد هي للأ... لل... يعني تفرضها على الدول الخسرانة لحديت هلا محور المقاومة كما يسمى هو رابح في المنطقة محور المقاومة دليني على الربح تبعه أنت أنا أريد يعني لننطلق من لبنان حيث تمكن حزب الله وحلفائه من السيطرة على الدولة نعم بس ولن ياخذ كذلك عندك اربع عواصم عربيه مسيطر عليها ايران خلينا نقول يعني انا 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 انا, أنا يعني يعني دائما اريد ان اكون غير انفعالي عندما اتلقف اي تصريح لمسؤول ايراني طيب انا اريد ان اقول انه هل اليوم يعني طهران تسيطر على العراق برغم كل شيء، هل العراق نموذج لدوله تريد ان تقدمه طهران للعالم انه الدوله التي ندخلها ونتدخل في تثبيت حكمها هي نموذج يعني يجب ان يحتذى، يعني هل العراق دوله محترمه اليوم بوجود هذا النفوذ الايراني، طب العراق دولة طليعية في المنطقة، دولة كان لها اقتصادها وجامعاتها وقدراتها منذ بدايات القرن العشرين، أين هي العراق اليوم؟ أين هي الجامعات العراقية؟ أين هو الاقتصاد العراقي؟ أين هو الجيش العراقي؟ العراق دولة ربما تنتمي إلى القرون الوسطى، خرجت خرجت العراق من من منظومة القوة في الشرق الأوسط كدولة يعتد بها. العراق اللي كانت هي تعبر عن ما يسمى بالجبهه الشرقيه طيب خليني خليني اعطيك طيب. مثلا لبنان. لبنان لبنان عال. اليوم هل يعتد السيد حسن نصر الله بلسان وعم يطلع يقول نحن صرنا قوه ردع يعني نحن عنا قدره انه نردع اسرائيل يا سيدتي عن مهاجمه لبنان الدول الدول ليس وظيفتها فقط ان تقول يعني انه أنه أحد الفرقاء الذي ينتمي إلى هذه ما يسمى بمحور الممانعة هو يمتلك ما يمكنه من فرض إرادته السياسية قصرا على مواطنيه وأن يأخذ البلاد أو الحكومات وتحديدا لبنان إلى مواجهات لا يريدها على الأقل نصف الشعب اللبناني إن لم يكن أكثر من ذلك وأن يشيع جو من التوتر ويعطي للدولة شكل غير مقبول دوليا ويكون هو يعني مطارد دوليا ومفروض عليه عقوبات ومطارد من النظام المالي العالمي وهناك مجموعه من الشخصيات التي تفرض عليها عقوبات هل هذه اشكال مقبوله للدول يعني هل بس اليوم هالاشخاص يا سيدتي حتى حتى اذا اردنا الانتخاب عملية ديمقراطية أوصلتهم للإمساك بزمام السلطة يعني يعني أولا إذا أردت إنه بنعمل بعدين حلقة على قانون الانتخاب الذي رفع حدة المذهبية في لبنان إلى ما لا سابق له نعملها ولكن لنقل أنا أريد أن 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 أقول لك أوكي عملنا قانون انتخاب وأتى بهذه الأكثريات أولا ملاحظة بسيطة ليس في لبنان لم يكن في لبنان خلال الانتخابات يعني فريقين سياسيين لديهما لوائح منفصلة وهذه اللوائح فازت إحداها بأكثرية الأحزاب المتناحرة اليوم في السياسي كانت في لوائح كثيرة وفي مناطق كثيرة متحالفة وفي مناطق غير متحالفة إذا هذا القانون الانتخابي وهذه التحالفات كل كانت تحالفات مصلحية لم تكن ذات بعد سياسي ثم يعني كمان لا, لا يجب أن نسقط من الحساب يعني كل المساومات التي جرت ومحاولة تطويق ما كان يسمى بالمعسكر السيادي معسكر 14 أذار في لبنان لا نريد يعني هذه بدأ بدأ بجال بحث آخر ولكن يعني هل اليوم نحن نعتبر حالنا أنه منذ الانتخابات النيابية الأخيرة دخلنا يعني في طور جديد من الحكم الذي أفضى على البلد يعني دور طليعي في الاقتصاد وفي العلاقات الدولية وفي الاستقرار الداخلي أنا أعتقد أكيد الجواب قطعا لا نحن اليوم حكومة تشكلت بمعاناة كل جلسة حكومية فيها منازلات طويلة عريضة هناك ارتفاع في حدة الخطاب المذهبي قد ما بدك هناك تعثر اقتصادي هذه الحكومه يلي والدوله التي انتجت من بعد هذا القانون الانتخاب غير عاجز هي عاجزه عن فتح اي ملفات في البلد فلذلك يعني ونحن واكاد اقول اذا استمر الوضع على ما هو ويعني ان شاء الله ان لا ندخل الى مرحله عدم استقرار امني نتيجه عدم يعني الانسجام السياسي ولكن يمكن قول انه هذا العهد برمته يعني هو على قاب قوسين او ادنى من الدخول في مرحله موت سريري أوف. شو منشوف اليوم مجلس وزراء غير قادر على الاجتماع اطراف تهدد آه اليوم طلال ارسلان شو عم بيقول انه يا بتروحوا على على المجلس العدلي والا يعني لا تدفعوا الدروز لان يدخلوا في معارك ثار طيب شو هذا الحكي شو هذا الحكي؟ بس اليوم ما سمعت رئيس الجمهورية شو طلع إيه؟ عم بيقول العهد ناجح وإذا قال رئيس الجمهورية يعني رئيس الجمهورية ماذا تريد أن رئيس يقول؟ رئيس الجمهورية هو, يعني هو هو تريد, هو تريد... تريدي من رئيس الجمهورية أن يقول أن العهد غير ناجح يعني؟ طب شيء خلينا نقول يقول انه قانون الانتخابات هو احد الانجازات اول شيء قانون الانتخابات اذا انجز باي طريقه هو واجب روتيني يجب ان تقوم به يعني اي مجلس مكافحه الفساد وين مكافحه الفساد بني اين هي أين هي مكافحة الفساد في لبنان اعترف وزير المال ب124 معبر غير شرعي واعترف وزير الدفاع ب136 معبر غير شرعي ولكن لم يقل لنا أي واحد فيهم كيف بدأ بتطبيق خطة لوقف التهريب عبر هذه المعابر ثم يقول كذلك وزير الدفاع أن التهريب عبر المعابر الشرعية هو أكثر من التهريب عبر المعابر غير الشرعية طيب هذه المعابر الشرعيه هي بتصرف من؟ الا يوجد قوى شرعيه موجوده درك وامن عام وجيش والى اخره على هذه المعابر؟ اذا اذا لماذا يتم التهريب؟ طيب اليوم البريطانيين شو بتقول وزاره التنميه البريطانيه؟ تقول بتعمم على على المؤسسات التي تتعامل معها انه يعني لن يكون هناك مساعدات على مؤسسات هي قريبه من حزب الله او تتعامل مع حزب الله ويجب عدم التفريق بين حزب الله السياسي وال... الجناح السياسي والجناح العسكري. طيب بري... طيب كذلك يعني اليوم ردت مندوبتنا في ال... في الامم المتحده نعم على اسرائيل على اسرائيل لتقول اسرائيل تقول طيب يتم تهريب هذه بضائع او اشياء تساعد في انتاج اسلحه ايرانيه عبر مرفأ بيروت. طيب اذا كنا نحن نعترف انه يتم التهريب عبر المرفأ، فمن يستطيع ان يقول لنا يعني ماذا يهرب عبر هذا المرفأ؟ إذا كنا نحن عم نعترف كدولة بوزير الدفاع ووزير المال إنه هناك معابر غير شرعية وهناك تهريب، طب من يستطيع أن يقول لنا ما هي المواد المهربة؟ يعني يعني كيف بدنا نعمل الشيء وضده بنفس الوقت إنه نرفض ما يقوله العدو الإسرائيلي وهذا حق لنا ويجب أن نقوم به أمام المجتمع الدولي حماية لهذا الوطن، ولكن نحن نعترف أننا لا نسيطر على هذه المعابر، لا المطار ولا المرفأ، بالإضافة إلى المعابر غير الشرعية. طيب. طيب يعني أي دولة نقدم للعالم وسعتها أين هي معايير النجاح لهذا العهد أو لسواه؟ يعني يعني إذا كان العهد يريد أن يقول أنه هو يشكل يعني نقطة تغيير ما، فخلينا نشوفها وين؟ طب, طب خطه الكهرباء التي يعني خرجت من من رحم تكتل لبنان القوي، وعملوا معركه سياسيه عليها، طب هذه المعاركة. هذه كان الاتفاق بسادر، ولا يعني فريد بالحاج في بيروت اكثر من مره عندما واجه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه قال أنه خطة الكهرباء يجب أن تتضمن تعيين مجلس إدارة وهي أناظمة للكهرباء طب لم نعين لا مجلس إدارة ولا هي أناظمة لأن و... لأنه لا طب ما نحن بالأخير عم نعمل الخطة كرمال شو؟ كرمال نجيب سادر لعنا كرمال نطبق سادر طيب وكذلك يعني انه صار في ديبا طويل عريض بالسياسي بالبلد انه يا خيي لازم خطه الكهرباء والمناقصات يجب ان تمر على دائره المناقصات، كمان عملت حرب السياسي ولهلا ما بتعرف اذا ماشي ولا مش ماشي. طيب 2500 مليار مطلوبين من الخزينه كرمال نجيب كهرباء يعني, يعني خليني اسالك هون حضره العميد الركن خالد حميدي انت بقراءتك للواقع السياسي اللي عم نعيشه داخليا يعني اليوم هل يستطيع النائب طلال ارسلان لوحده أن يعطل عمل الحكومة أو عمل مجلس الوزراء لا يستطيع تلال أرستين أن يعطل كلنا ندرك يعني السياسات التي سرنا بها منذ اتفاق الدوحة وهذه حكومات الوحدة الوطنية يلي ما بتعرفي فيها المعارضة من الموالاة هذه حكومات لا يمكن أن المخفية اليوم خلف حادثة قبر شمون شو أكبر أكبر المخفية أولا يعني لنضع حادثة قبر شمون في إطارها بال... 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 بالمشهد الكامل م. حادثة قبر شمول يلي صارت بين الوزير صالح الغريب أو موكب صالح الغريب والمواطنين هيدي كانت إحدى نتائج الزيارات اللتي الاستفزازية التي قام بها الوزير باسيل ليس إلى الجبل بل إلى كل لبنان طبعا اختلفت ردود الفعل في كل المناطق ولكن كل المناطق كانت تبدي استياءها من خطاب الوزير باسيل ومن لهجته ومن مواكبه ومن كل ما اثاره في كل المناطق في الشمال راينا ماذا يعني بس ما صار ولا بمحل الا بمنطقه الجبل صحيح هلا بنقول ليش صارت هيك بالجبل يعني كان يمكن ان يحدث شيء في بشري ولكن انت بتعرفي انه الحرص انه يا خلينا خلينا نمرق هالزياره وبتخلص جماعة يعني يعني جمهور القوات ارتأى ان يعبر عن رفضه للزيارة بالشكل اللي بنعرفه، اعلام واناشيد في الجبل في الجبل اولا لازم لازم نسترجع ما, ما جرى كان هناك زيارة للوزير بسير الى رشمية وكان فيها خطاب طائفي وهو اول من قال انه لا ندري أين دفنت عظام أجدادنا وأثار ما أثاره بعد منا ويعني بنوع من التراكم السلبي والنكران لما قام به البطريرك صفير ووليد بايك جنبلاط كمان كان هناك قفز فوق المصالحة وتسمية هي بحد ذاتها مستفزة يعني قداس التوبة والغفران ورغم هذا صعد الوزير بيسير الى الجبل والقى كلمه في كنيسه دير القمر بوجود وليد جنبلاط كان في هذه الكلمه من الاستفزاز ما يكفي يعني لاشعال فتنه، ولكن وجود الوزير وليد جنبلاط وضبط الناس يعني اعصابها آه لما تسمع، وعم بحكي ضبط اعصاب الناس ليس الدروز بل الدروز والمسيحيين. بعدين خطاب وزير المهجرين يعني عندما قال إنه المسيحيون لا يجرؤون أن يناموا في الجبل من أين يأتي هذا الخطاب وماذا يعرف هو ولا الوزير بيسيل عن الجبل ويعني كمان حادثة كفر نبرخ يلي امبارح صارت يوم الأحد وهذا الكلام كمان المستفز يلي نكروا الوزير واللي أنا أعتقد يعني انه ليس هناك دخان هذا نار من دون دخان او دخان يعني بلا نار عم تتهم الفريق فريق انا اللي اقول هناك إن نائب وليد جو... السابق يا سيدتي خلينا نرجع التاريخ يعيد نفسه بال83 بدأت الفتنة من الجبل م. هناك فهم خاطئ لكل التاريخ المعاصر تبع لبنان من 1860 ولغاية تشكيل دولة لبنان الكبير في مجموعة من الناس بيعتبروا انه هناك ثأر تاريخي يجب يعني ان يتم استعادته في هذا الكلام غير دقيق حتى عندما لو رحنا شوي على التاريخ حتى ما عندما نعود الى 1860 طب هل يعني انه اول شيء ب 1860 لم يكن هناك لبنان كان هناك جبل اليوم شو مصلحه الوزير باسيل انه يستعيد الثأر والنبش بالماضي ليش شو مصلحته اذا كان يسعى هو أول لان يحقق اكبر اجماع حوله بمعركته أول اولا اولا يا سيدتي الوزير يعني باسيل ينطلق يعني من نظريه ليس تجميع المناصرين والمعجبين بشخصيته وبخطابه ولكن بيلعب لعبه هو سحق الخصوم السياسيه وهذا الاسلوب يعني مش طيب خلينا لنتكلم الازمه يا اختي الحكوميه قبل ما راح اعطيك حيز كبير للجبل خليني هلا خليني بالازمه الحكوميه لانه هي الاهم طيب الازمه الحكوميه مش اكثر من مره تقريبا اعتكف الرئيس الحريري او صار هناك نوع من العتب ونوع من من من, ال... من التوقف عن الاجتماعات نتيجه ما اعتبر قفز فوق صلاحيات رئيس الحكومه، طيب هذه مش هذه ما لها أبي بابر شموع، هذه لها علاقه رئيس الحكومه واخر مره يعني عندما عاد الرئيس الحريري من السفر والقى خطابه من 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 السراي ويعني وتكلم كذلك عن عن ما جرى بغيبته وجاء الوزير باسيل اليه وقال انه تم تصفيه هذا الموضوع. طيب الاتفاق مع القوات اللبنانيه، الم ينقلبوا عليه؟ طب برايك اليوم انطلاقا من التغيرات الاقليميه اللي حكينا عنها ببدايه حلقتنا اليوم، ممكن نشهد اصطفاف سياسي جديد بلبنان وخاصه على الصعيد الحكومي؟ أنا أولا أعتقد أنه هذه الحكومة إذا استقالت أو إذا صار في اعتكاف أنا أعتقد ربما لن يكون هناك إمكانية لتشكيل حكومة أخرى. ليه؟ لأنه أولا يعني خلف هذا الإشكالات التي تعيق اجتماع الحكومة هناك تراكمات سياسية سلبية، وأقول يعني هناك رغبة واضحة من جهات خارجية تحديدا يعني النظام السوري وحلفائه لقلب يعني كل المعادله القائمه، وهذا ما يفسره تركيز الحكم على منطقه الجبل، يعني الوزير باسيل تكرار زياراته التي انتهت للاسف بما انتهت اليه، اعتقد مش كان فينا نقول انه ليش صار هيك كان ممكن تتمرأ كان لازم الوزير باسيل يكون اكثر وعيا ولا يلجا الى استفزاز الناس مرارا وتكرارا يعني مش من نقول على طول للمعتدى عليه يجب ان تضبط اعصابك يجب ان نقول للمعتدي هناك اشياء لا تحسب حسابها وهناك مجتمعات انت تستفزها بطريقه يعني من لازمه طيب يعني لماذا طب نجي نحكي نحكي عن الجبل قبل أبرشمو طيب النائب وليد خاض الانتخابات وكل النواب الدروز وللاسف يعني هن طلعوا من عند ولي بس باستثناء النائب طلال ارسان الذي ترك له مقعدا فارغا. طيب جينا لنركب حكومه على اساس طائفي وبمعادلات جديده ما بعرف نخترعي كل ثلاث نواب بيطلع لهم وزير وكل اربع نواب بيطلع لهم وزير، تذكرتي هذه المعادله المخجله نعم. نعم. وحصروا كل الناس بطوايفهم. طيب يا اختي اذا كان للدروز يعني ثلاث وزراء فنايب ما بيطلع له وزير. يعني نايب بيطلع له ثلث وزير. يعني اربع نواب عملوا كتله بالجبل. يا سيدتي نحنا عندما قسمنا يعني المقاعد في الحكومه قسمت على اساس مذهبي للاسف طيب جبنا عرنا للنايب طلال ارسلان ثلاث نواب هن ما كانوا لا نازلين على ليحته ولا له عليه افيون وقلنا له هول التكتل تبعولك طيب هذا جزء من التكتل تبع تبع اذا على بكره يعني استعار مثلا النائب وليد جنبلاط من عند الرئيس سعد الحريري ثلاث اربع نواب بصير طلال ارسلان برا يعني خلينا نكون واقعيين هذه السياسة. برأيك اليوم الحكومة أو رئيس الحكومة اليوم عنده الاستعداد لأن ينسحب أو يعتكف أو أو لا؟ أنا لا أعتقد ذلك رئيس الحكومة يعني أعتقد إنه يعني عانى كثيراً بصرف النظر إذا أعلن أو لم يعلن من نتائج هذه التسوية السياسية. ولكنه متمسك فيها. متمسك فيها لأنه هذه أفضل ممكن. <applause> ولأنه هو أحد أطرافه ولأنه غير مستعد للانقلاب عليها ولأنه يدرك أن لبنان سيدخل في المجهول إذا انقلب هو على هذه التسوية بس اليوم عم يبشرنا النائب الوزير السابق وقام مهاب بيقول حتى لو استقال الرئيس الحريري في شاكر البرجاوي موجود وقادر يكون يتولى يعني أنا بقول إذا كان شاكر البرجاوي بده يحطه مقابل سعد الحريري بمعنى انه نستطيع ان نستحضر اي شخصيه سنيه ونعملها رئيس حكومه اقول انا ساعتها ممكن نجيب ناطور المي بالجهليه ونعمله كذلك يعني هو مع احترامنا لنواطير المي يعني نجيب ناطور المي بالجهليه ونعمله شو بعرفني رئيس اهم حزب بلبنان طب يوم يعني يوم هذا يوم الكلام في كثير من السخريه ولا مم. مسؤوليه شو بنقول بنجيب من شاكر البرجاوي يعني هل هذا الكلام يوحي انه هيدي الناس بدها شراكه سياسيه شو هالحكي هيدا يعني مع 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 ما بدنا نذم بالناس شاكر برجي وزلمي له موقفه السياسي وهو حر فيه ولكن ان نقول انه مجيب شاكر برجي ومنعمل رئيس حكومه معلش يسمح لنا يعني برجع بقول لك مجيب ناطور البنية بالجهليه بنحطه محله لا 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 وامها بيقبل شو الحكي هذا شو هالحكي هذا هذا كلام هذا كلام عيب ينحكى هذا عيب ينحكى هل هذه هي الادبيات السياسيه التي ستقوم عليها حياه سياسيه في لبنان وتبنى عليها حكومات شو هالحكي هيدا؟ شكل البرجاوي هو الاكثر تمثيلا، طب اذا كان رئيس الجمهوريه بيقول انه رئاسه الجمهوريه هي للمسيح الاكثر تمثيلا، فشكل البرجاوي هو الاكثر تمثيلا عند السنه. عيب هذا الكلام. في مستوى اخلاقي لا يجوز أن ينحدر إلى هذا المستوى اليوم رئيس الحكومة قادر يأخذ قرار دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في ظل الاصطفاف القائم حول حادثة قبر شمون شوفي خليني اقول بكل بساطه انا برايي ان الرئيس الحريري قدم من التسهيلات ولا اريد ان استعمل كلمه تنازلات ما يكفي لدرجه يعني انه اثار حفيظه رؤساء الحكومات السابقين ومجموعات كثيره في البلد م. يعني عندما لم يطبق الدستور او راعى رئيس الجمهوريه لسبب ما واصبحت يعني الحكومه كانها جزء من ممر من كوريدور في القصر الجمهوري هذا ضد الطائف الطائف يقول باجتماع بدعوة رئيس الحكومة الحكومة الاجتماع في مقر خاص لا في القصر الجمهوري ولا في غير القصر الجمهوري طيب تنازلنا عن هذا الموضوع وأصبحت أو تنازل رئيس الحكومة عن هذا الموضوع وأصبحت الاجتماعات المهمة تتم في القصر الجمهوري وكل اجتماع خارج القصر الجمهوري هو تهيئة لاجتماع القصر الجمهوري وفي هذا افتئات على صلاحيات رئيس الحكومة طيب بعطيك أمثال طيب عندنا مرسومين تبع مأمير الأحراش وعمال هيدي الصيانة الحماية الجوية في مطار بيروت طيب وفقا للدستور إذا لم يوقع رئيس الجمهورية هذين المرسومين يتم إصدارهم دون توقيعه طيب لماذا لا تصدر هذه المراسيم؟ بيقول لك 50% 50% على الفئة الأولى وفقا للطائف طيب ليش بنقبل انه الجيش اللبناني يكون في 75% مسلمين و20% مسيحية طيب لماذا نقبل هنا ولا نقبل هناك خلينا نطبق الدستور لا نقسم على الدستور ونلتف على الدستور نقسم على الدستور ونطبق الدستور وكل كلام خارج المادة 95 من الدستور في الأداء الحكومي يأخذ البلد إلى مهالك وإلى أزمات سياسية إذا طيب بدنا نطبق الدستور وبدنا نطبق القانون كنا الأفضل أنه نطبقه بموضوع مهم بيعني اللبنانيين وأبرز و... شيء اللي نحكى بموضوع إعطاء الفلسطينيين الحقوق يعني بعد قرار وزاره العمل مش اولى كده نطبق هالقانون ومش نطلب من الوزير انه يوقف تطبيقه ونحيل الموضوع على مجلس الوزراء يا سيدتي ما في انتقائيه بتطبيق القوانين او بتطبيق بنود الدستور يا سيدتي. لازم يكون القانون على الجميع طب انا بدي اسال سؤال ويخدم أنا أنا مصلحه الدوله اللي انا انا اعتقد انه جزء كبير من الناس الذين يعلقون على هذا الموضوع لم يقراوا القوانين لم يقراوا القوانين اليوم اليوم هذا القانون بيقول اعطى للفلسطينيين حقوق تتناسب مع وضعهم واعتبرهم انه هن بقرارات وزير بقرارات وزير واكثر يا الوزير كباره وما قبله انه لا يجوز يعني التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين كغيرهم من الناس الغير لبنانيين الذين يعملون في لبنان. طيب اليوم اذا كانت القضيه وما فيها هي فقط الاصرار على حصول الفلسطيني على اجازه عمل لانه يت... لكي يتمكن من الاستفاده من آآ... تعويض نهايه العمل والى اخره، فاذا هذه يعني ادفانتج هذه ميزه ميزه منيحه للفلسطيني، طب هل يعقل ان يرفض الفلسطيني؟ طب لكن ليش لأنه, لانه اثيرت لا انا بقول لك اول شيء اثير الموضوع بطريقه وتم دغري للاسف الوزير ضحيه لا. الوزير ضحيه لانه تم دغري تجيش الشارع الفلسطيني مين اللي جيش الشارع؟ لجيش الشارع الفلسطيني هم عناصر حماس الموجودين في المخيمات ومن يحرك عناصر حماس وكشفنا يعني الخطاب التصعيدي لحزب الله يلي قال انه وقف هذه التدابير مع الفلسطينيين لانه الشارع ما بيحمل وبده ينفجر والى اخره طيب اليوم انا بدي اسالك سؤال كيف يعني امبارح الوزير جبران بسيد شو قال قال نحن مع القوات اللبنانيه في تطبيق هذا القانون طيب كيف يمكن ان تكون انت مع القوات اللبنانيه في تطبيق هذا القانون وحليفك واللي هو اساس في وصول العماد عون الى سده الرئاسي واللي عطل الانتخابات الرئاسي اكثر من سنتين في لبنان ان يكون ضدك في تطبيق هذا القانون ما اتفقوا انه عندما يكون هناك موضوع بيعمل اثاره في الشارع اللبناني بنحتار مين بده يعمل هذه الاثاره وعند و... 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 اليوم اليوم برايك ما سمي بانتفاضه المخيمات اليوم دليل على انه حزب الله يمسك بمخيمات بورقه المخيمات. 100% 100% وانا اقول لك يا اختي وانا خدمت بالجيش وخدمت بالمخيمات بكل لبنان خدمت. انا اقول لك انه هذه الدوله اللبنانيه نتيجه فشلها في التعامل مع المخيمات والابقاء على ثنائيه داخل المخيمات لفتح وغير فتح. هي ما اوصل الوضع الى ما هو عليه وانا لا اتكلم قبل 2005 قبل م. 2005 كانت السوري هو من يدير هذه السياسه ما بعد 2005 لماذا لم نحسم هذا الموضوع م. كم مره اجى لهون الرئيس الفلسطيني وقال الفلسطيني الموجود في لبنان خاضع للقوانين اللبنانيه ونحن لا نريد السلاح داخل المخيمات وعلى الدوله اللبنانيه ان تبادر باجهزتها الامنيه الى التعامل مع الفلسطينيين داخل المخيمات وفق ما يتلائم مع المصلحة اللبنانية طيب لماذا محفظ. لم نقدم على المبادرة لأن هناك فريقا سياسيا في لبنان يريد الحفاظ على هذه الثنائية داخل المحيمات يريد الحفاظ على السلاح الغير نعم وعلى هذه الثنائية يعني شفنا كان باليرموك بيعمل لك قصة طيب يعني ليش نسينا شكر العبسي. طيب نجي شكر العبسي؟ ألم يأتي من السجون السورية طيب يعني يعني لماذا نريد ان تكون ذاكرتنا قصيره ولا نعتبر هناك نظام سوري قائم لا يعترف بلبنان وهو الآن يريد أن يتنفس من الرئة اللبنانية وهو لا يرى أي وظيفة له سوى الإمساك بلبنان نقطة على السطر ولذلك كل هذا التحريض طب يعني هو من قبيل الصدفة أن يجتمع اليوم كل الناس الموالين للنظام السوري في معسكر واحد ويكون لهم موقف واحد مما يجري في الجبل طب يعني من باب الصدفة مش من باب الصدفة يعني يعني على كل إن الكرة اليوم هي بملعب رئيس الحكومة يلي عليه أن يبت بالموضوع إما سلبا أو إيجابا الكرة في ملعب رئيس الحكومي الذي عليه أن يحافظ على الاستقرار في البلد وأن لا يكون يعني الأهمية في البلد للاستقرار وليس الأهمية للمجلس العدلي هذه الأهمية بعدين ما جرى يعني وكأنه هناك أنه نذهب بهذه الحادثة إلى ما, ما وصلت إليه ثم نقول هذه كانت محاوله اغتيال لوزير وهذه يجب ان تذهب الى المجلس العادي انا اقول لك يا سيدتي بكلمتين انه اذا كان هناك كمين فعندما يقف موكب الوزير في بقعة الكمين ويكون هناك تبادل لاطلاق النار لو كان هناك من يريد قتل الوزير لكان قتله لأن الوزير كان بالساحه تقنيا وعسكريا يخرج الوزير مش الوزير يخرج الشخصيه من بقعة الكمين حمد. للحفاظ على حياتها ولا يتوقف المرافقون في بقعة الكمين ويفتحون النار على كل الناس وبالهواء وبغير الهواء لك الكلمة لأنه أنت اختصاصي هذا موضوعك بس أنا رح أختم بهيك مثل لطيف طريف بيقول قال سرطان البحر لماذا تسير بشكل معاكس قال لهم الشب الحلو والقوي شو ما عمل بيلبق له فالشباب الحلوين وقوايا وبيلبق لهم شو معني يعني انا بقول اول شي السلطعون الله خلقه بيمشي بالورب بس هيدي الناس تمشي بالورب هي بارادتها الشخصيه أولاك. طبعا <applause> على كل شكر كبير لكل اللي تابعونا بحلقه الليله الباحث في الشؤون السياسيه والامنيه العميد الركن خالد أحمد شكر كبير لحضرتك لوجودك لو معنا بدي اشكر كل اللي تابعونا بالحلقه بتبقى لكم اطيب تحيات فريق العمل المؤلف من ريتا اسعد وجوزيف كريم على التنفيذ تصبحوا على خير شكرا